كنت بأمسية في عالم رباني تكلم كلام طيب، هذا راقي جدا، الهدى البياني، ما لازم تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما استجبت تأديب تربوي. في حالة ثالثة إكرام استدراجي، يعني بذكر إنسان من عامة المسلمين سافر لبلد نفطي، يبدو جاءه دخل كبير، أرسل لزوجته رسالة، هي محجبة: إن لم تخلع الحجاب لست زوجتي. هي الإكرام، الهدى البياني، تأديب تربوي، هلأ إكرام استدراجي، سقط بالامتحان.